هذا بابا او ناخذ ليش مريض. اخذيتها نواره يوم فقرتك انت من تقول دق مشغول؟ لا لا دق مشغول دق مشغول. وكان الخط مشغول. يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم اليوم لنا في بدون تحيز. وصلنا الى النقاط، من اللي باقي عنده نقاط؟ انا عندي 300 نقطة، وزعت 500 امس، باقي 100 تعطيها مين؟ بشكل سريع تكفون. باقي 100 باقي 100 انا اعطيها الحقيقة اليوم تجلوا في فقرة الظهرية. ايه وانا اعطيها محمد سراج يستاهل. خلصت نقاطك محمد منصور. ايوه طيب انا جاهزه. انا عندي 300 نقطه باقيه. اللهم صل محمد. خلف ونايف عشان مبادراتهم يستاهلون 100 100، وكذلك احمد الشمري لاني حابه الفتره الاخيره. تفضل علي. انا وزعت 100 لمحمد سراج، باقي 500. عندي 50 نايف الرفيدي، و50 معاذ الغرامه، 50 عبد الله القمي، 50 خلف القحطاني، 50 وليد بحيح، 50 احمد الشمري. هنا 100 200. طيب اسحب الهاشتاج 600 نقطه. 400 باقي 500 600 باقي 200. طيب 100 الفيصل و100 العايض. طيب 100 الفيصل و 600 نقطه من الهاشتاج. الله يسلم. دقيقه الهاشتاج دقيقه. 600 نقطه من الهاشتاج. يا حظك ما شاء الله، يا حظك ما شاء الله. استاهل. عادل اكد لي بالاسم مع علي. خلاص انا ما عاد صرت اثق في احد والله العظيم. والله لا اسحب ذمه. اخاف بكره اجيبك في، اخاف بكره اجيبك في الكوفي شروم تقول والله انا. طيب اقول لك تكفى علي، انا اقول لك ابشر بس. يلا 3 2 1 قاروره. لا قد قاروره عيد. الله يقطع ابليس. قاروره كيف قاروره ايش يعني؟ صراحه تمول تمول. عندك الف ساعه نقبيه. اللهم لا تحزن. يلا 3 2 1 قف. وش اسمه اللي طلع؟ طيب والله العظيم ما شاء الله لا قوه. اسال الله يرزقه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا 600 نقطه لخالد السهلي. 600 نقطه راحت لخالد السهلي. الف مبروك. باقي نقاط ما عاد بقي. وزعنا النقاط، فالكم التوفيق وشدوا حيلكم بكره النمونيه. وسهلنا ابو سلطان الاسماء اذا حابوا يعطون البعيدي اجازه اسبوع كان